ويترك المحظورات التسعة، المحظورات التسعة إذا أحرم التي ذكرها أهل العلم، منها مثلا على سبيل المثال حلق الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومنها تغطية الرجل رأسه بملاصق، ومنها لبس المخيط، ومنها الطيب، ومنها الجماع، ومنها المباشرة، ومنها قتل الصيد، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال أهل العلم: الرفث هو الجماع ودواعيه، ولا فسوق وهي المعاصي والمخالفات، ولا جدال في الحج وهو الجدال في البر.